نوصل الكباب العراقي ويا دنيا ومحمد حبيبي الغالي الله يخليك نورت ابو برتال والله. اليوم يا اخوان عازميني عيلة دنيا محمد راح اروح واجرب الكباب العراقي. طبعا يا اخوان المطعم مو بعيد عن البيت يبعد 20 دقيقة تقريبا. الله يسلمك. يعني مين المنطقة منورين؟ لا تعبانة. حبيبي. بس انتوا المنطقة منورينها غير، شوف الأضوية شغالة والمنطقة حتى الشمس طالعة. لا لا الشمس مو موجودة. هيا هناك بالي. الله يخليك حبيبي والله الله يسعدك. خلينا نقول من عندكم تدعمونا على طول يعني ما يصير هيك لازم قناته شويه تصعد تتحرك. الله كريم والله يعني مصور مبدع وزي تعب النار حبيبي والله يستاهل دعمك صحيح؟ اكيد حطيه قدام السياره هسه تتموتوني بعد لسه باول عمري حبيبي والله. الآية راح نجرب الكباب العراقي اليوم صراحه ما مجربه قبل وراح نجرب ونشوف ونحكم ايش الاكل العراقي. صار نبلش بالكباب لو باي شيء ثاني. هاي الدومه هنا موجوده هاي جديده بعد تم باقله جديده هاي هذا اللي يسمونه لبن اربيل ويلي بينا من الكاسه هذا انتم بتسمونها كاس لو قدح عشان انتم جلاس جلاس ايوه عندنا كوب اموري راس كوب صار ابو مخي شويه ترى خلاص ماشي مسميات مختلفه بالضبط اختلاف الكلمات والدنيا. يلا تفضل. جربت المشاوي عندهم وخاصة الكباب طعمها كان شيء خرافي. طبعا ما تكمل السفرة بدون اللبن العراقي والقهوة العربية ما بدأ حد يحكي فيها. عندهم تشكيلة كبيرة من الوجبات مشاوي من جميع أشكالها كباب، جناحات دجاج، خضرة مشوية مع المخلل العراقي وبعد الأكل عندهم كيكة خاصة بالمحل. تعالوا نشوف إيش راح يحكي لنا أبو يوسف. أي أبو يوسف إيش تحكي للناس إذا تبدي دين؟ ناس ربوع عن ناس على عينه وعلى رأسه عن صنبالة في خدمة حبيبه أيام الأسبوع كله فاتحين من ساعة 10-11 دقيقة وما يكون غاطرون إلا طيب إن شاء الله يجوه ينال إعجابهم وغاطر إن شاء الله. أي قصور أي استفسار عناويننا موجودة صفحاتنا موجودة على الانستغرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك ان شاء الله حبيبي الله يخليك. فاتحين نهايه الاسبوع همنا طبعا اكيد لانه في كثير ناس ما تفتح نهايه الاسبوع فليش يلا دائما مفتوح الساعه 10 حبيبي نستقبل جميع الزبائن على راسي الله يخليك ما قصرت الله يخليك حبيبي.